وي وعتيني شي خويا ما خرج من الدار صح سير سير خويا ناري 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 وقفت لي رجليا صح خويا غادي نضرب على راسي غادي نخدم صح باش بغا شي عدي صح ناري ناري غنطلع خويا ما قالش نوض صح بزاف عاوني وي صاحبي عاد غادي نضرب على راسي صاحبي واه ما عرفتش علاش تقول كنحس برجلي اخويا ولكن شويه دابا الدم قبيله تحبس ليا ممكن عندك بس انت اصابع رماش ما يخرجش ليا غادي نترزقوا على الله اخويا الزين دارنا كنت غتهرسنا من رجلينا وين كاين في الدار صح عندك مكيش ولا شنو الوالد عندي مسكين الله يرحمه الوالده مريضه فاش كتخدم انت انا مجروق مع الوقت اخويا مجروق اخلي على الله الخبز واعر في هاد البلاد ولا بقيت الخدمه نخدم نخدم فاش ما كان ولا باغي غير فلوس فين ما كان نخدم هذا دابا مر وشنو كدير حق التبعده خدمة اللي كتبغي تخدم باغا الفلوس اييه اما كان الفلوس اما الفلوس صافي موجود الخدمة وموجود الفلوس صافي ها نلاقيك بيه هو غادي يوريك الخدمة شنو هي مرحبا المهم ما بغيتش تقول لي لا ولا كذا ولا سرنا يقينا الارض نحفر انا المهم راه وريني شنو غندير وانا معاك المهم انا نعيط للتريدين صافي اوقف ويكون خير ان شاء الله هود رايت بلاص خير رايت التريد فين وليد فين عرفتي اش غدير هز الموطور تجي عندك لاسيتي يلا خلاص انا كنتسنى فيه بخير المهم واحد الدري غتكلف به ايه ما خلاش علاقه جديد صافي المهم وري المعلومات ديالنا وري صافي كون هنا شي كيف قلت لك المهم التليفون خليها عندك انا ما راه متفرقاش صافي ماشي مشكل بيناتنا اشرح لي دابا هنا كل شيء يرجع يا رب الله يسلمك انت كيما عندك واحد عيون تبقى فخا صافي قالش عليا لا اخو ما قالش ها ودك الدري اللي حركته والزيتوني اللي خدام معاكم الزيتوني ياك مات لقى الرجال وردو حي هو هذا شوف شنو طايح التليف وي
الباترون. سيمو فينك؟ انا جاي يا خويا. الدري اللي صيفطتو معاك فين هو؟ ما كاين ما خبينك، انا جاي ونعاود لك الشيء. جاي عندي، جاي عندي حدا فلاسيتي. يلا يلا خلاص خلاص. باترون بخير. سيمو وين الشيء ما كيجاوبنيش؟ وليد الشيء ما كيش مخبيني. كيفاش؟ عطاني التليفون. زين؟ عطاني طاف ما عرفتش طاف ولا شيء، انا خديت من عند بغيت. فين مشى هو دابا؟ صار وصلته للمحطة. محطة؟ قال لي وصلني، ما دخل ما خداماش ليا انايا. هادشي اللي قال لي اش؟ واش كتسطى عليه ولا شنو؟ الدري راه خدام معايا 5 سنين. يلا بان لي اليوم يمشي حاله. هادشي اللي قال لي وراني، قال لي اش غدير؟ قال لي خدمت في بلاصتي وسير حتى التليفون ديالو هذا. التليفون ديالو هو هذا. احنا عندنا غراض بيه دابا. اوصوني للشيخ. ما قالش لك فين غادي؟ ما قالش لي فين غادي. قال لي قلت لك فين غادي غيقلبوا عليا. ما شافش والو. عندنا لافير دابا، شكون اللي غيقضي لي؟ انا نقضي لك الباترون. ما تقدش عليها اسم محمد. انا عارف برا واش كيطير. انا بغيتك تجربني باول خدمه هي دي، جربني وشوفك واش نعجبك ولا ما نعجبكش. بلاه ماشي ذلك السيمون، انا اللي عارف برا واش يخدم لي مزيان. انا بغيتك تجربني اول لافير، جربني بها واش نقضي معاك ولا ما نقضيش معاك. نعول لك فيها السيمون. صافي عول لي كلمه وحده. المهم التليفون عندك؟ انا شويه غنصوني لك نعطيك المعلومات. كاين واحد الفيلا غتنقز ليها، فيها واحد الشنطه، راه من هنا غنعرفك السيمون. صافي كون هاني الشيخ. يلا هبط حيدي لي، صيفط لي كلشي غيوصل في التيف. وي سيمو، قضيتي البلان؟ راه مزيان هكا نقول. المهم جي عندي حدا، شنو نقول لك، حدا اللور ديال المحافظة، عرفتيها؟ يلاه متعطلش عليا. باترون بخير. باترون الامور هاني الوراق بيد الوراق الميلف مليك البي سي. البي سي خليه لك. الفلوس مكاينش غرام ديال المشكل. مش عارف حتى حد بعدا، مش عارف حتى حد. حوايج بدلتي ولا المهم ما عرفتش كيفاش ندير انا، واش كاع ما بينتو ما عليكش. سير الخدمة ديالك باطل. المهم دابا الواحد غادي يعاود. مرحبا، انا غير الفلوس، انا عطيني الفلوس موش معاك. مرحبا سي باترون. سير الخدمة ديالك. صافي المسؤولية ديالك سير. ماشي بحال غسير بحال تسمى التليفون ديالك. ياك واحد الغرض. مرحبا غرض كبير هو اللي تشوف.
تحركي ونجرك الراس ديالك ونجرولك. شوف فيا 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 شوف جبت التليفون جبت التليفون تحركي غادي نوصل لك راسك. شوفي غادي شوفي تقول لي مديريها ولا لا لا مشيتي دوري قايد دابا البراش ما كيجاوبش مالو تعطلش عليا يعني ما تعطلش عليا خلاص باترون فين كي السلام الاول الدراري علاش ما كيجاوبوش نسمع كاين من خبي عليك الشيف اش غتخبي عليه التليفون ديال الدراري مويض وياك اش كيديروا هذا التليفون ديالو المهم بغاو يلعبوا معاك اللعب وانا ما عندكش الخير اللي داير فيا وغيش نلعب معاك انا اللعب راني رابطهم كي تقول فيها اسمام لا ماكل لا شريب المهم راه رابطهم في واحد البلاصه ديك الساعه سي تتصرف كما بغيتي فين كاينين هما دابا نمشيو نوريك فين كاين طلع طلع هاك التليفون ديالهم
انا جيت نزورك. انا انتقمت لك من ذوك العصابه وكنحس براسي دابا انتي مرتاحه دابا في قبرك. خليت لك الراحه اختي. نتمنى من الله تكوني على خير ان شاء الله.